ملوش لازمه باللي تفكر فيه. انت عايز 3 4 خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجه وتشد اجزاءه، واكيد مش هسيبك تعمل كده واتفرج عليه. لو كنت متخيل ان هسيبك تدخل بيته وتخرج منه عادي يا سليم، الموت عندي اهون من ان حاجه زي دي تحصل لي. اعتبره حصل، اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاثنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته، وكونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح، لا هتدفع ثمنه غالي قوي، زي ما هتدفع ثمن كل جريمه اللي انت عملتها. انا يمكن جرأت اللي دخلت بيتك، بس انت ما سبتليش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقه بعينيك. حقيقتي اللي بتتكلم عنها يا سليم، انا لسه راجع دلوقتي من الغرزه اللي انت قتلت فيها تايسون، لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. انا فعلا رحت الغرزه، بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوه نظريه المؤامره دي، العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، اذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فما لهمش لازمه، شوف لك سكه تانيه. ما تفكر معايا صلاح بيه، هو انا ليه ممكن اقتل تايسون؟ انا ما افكرش، انا اسال انت ليه قتلته؟ انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد، وهما كمان اللي زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للافلام الامريكاني. طب اقول لك ايه يا صلاح بيه؟ تعال نرجع كده للحكايه من اولها. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده. وفي ايه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه. كل الشهود اثبتوا كده. كل دول كدابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود، وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على انه هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه؟ انا مش فاهم انت ليه مصر تطلعني شيطان؟ لانك فعلا شيطان الحكايه دي. ماشي يا سيدي انا شيطان، بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها، بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هم الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا؟ لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه؟ وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي. ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على اسمه. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معايا. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟ الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريده، صح؟ انا مش مصدق ان هو ده اللي شغلك وحبل مشناق ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك اول ورقه جبته منين؟ تقدر تجيب اذن النيابه وتجيب زيه. على فكره ليه هو هو بالظبط. طيب ما هي سهله اهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوه وتقول كل الكلام ده ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. انا مش هاجي تحت ايديكوا تاني. انا اديتك اول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي اقشر معاك القهوه. واسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. خلينا نفهم ايه اللي حصل. مين قال بس يا حاج ان اللي قتلته؟ انت فاكرني عشمان ولا ايه؟ امال مات ازاي يا زناتي؟ قطر يا متر،
هنعترض على قضاء ربنا كمان. يعني ايه؟ مات بأزمة قلبية وحط أمك؟ أنت مش تسأل إنه تقتل؟ اتقتل يا حاج، بس ورحمة أمي ما مديت إيدي عليه، أنا مديت دماغي بس. ما بطل الحركتين بتوعك دول يالا وتخلصنا، إيه؟ وليه؟ ليه؟ ما يعمل علينا حواديت، ما هو واطي وتمكن، لازم يلعب بينا. شكرا يا حاج، أنا برضو حاج، ده أنا حبيبك. خلص يا زناتي، خلص. مفيش. من يومين كده كان عندنا كبسة محترمة في المنطقة مسكنا فيها ابن المعلم شيحة طبور بتاع الجيارة. كان جاي يسلم بضاعة لعيال في المنطقة ومنهم تايسون. وزي ما تقول كده ابن المعلم شيحة ده بقى أصغر عياله. الحيلة يعني. ما تخلص يا زلمة، أنت تحت حواديت. المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جايب الإخبارين الواد نزل المنطقة. الشادر اللي أنا ما كانش في دماغي حاجة. أنا كل اللي كنت عايز أعمله إن أعمل نمرة حلوة كده بعد الغلواشة اللي عملها سليم الله يكحمه مطرح ما راح. ما طول الجروح. في يا حاج مالك يا حاج، ما تطول بالك امال، بقيت حماك ده ليه طول عمرك بالك طويل؟ المهم لما تايسون قال لعقله رحت مسرب للمعلم شحتة ان هو اللي مسلم ابنه. الراجل يا ولده اتجنن، لان ابنه لابس قضية ايه؟ مزيكا، اقل ما فيها 10 سنين. يعني شحتة الدبور هو اللي معذور؟ ما الراجل يا ولده قلبه محروق على ابنه من ناحية، ومن الناحية التانية اتهزق في السوق، يعني لو ما عملش نمرة زي دي مش هيعرف يرفع عينه في حد تاني، ولا يشتغل الشغلانة دي من اساسه. قام المعلم شحتة بعت رجالته دبحوا تايسون عشان يشفي غليله، بس احنا مالناش فيه. ربك يعمل ايه؟ يروح باعت سليم ورا تايسون فيلبس هو التهم ويغرز اكتر ما هو غارز. ربك بالمنكسرين جابر. الشياطين ليه بس يا عم الحاج؟ الحق عليا ان ريحتك من الواد، وكمان غرزت لك سليم اكتر ما هو غارز، ورحمتك من نص مليون جنيه اللي كان هيلفهم في كرشه. الا بالحق يا حاج، جبت لي الفلوس اللي اتفقنا عليها ولا لا؟ ادخل هات لي قهوه. مساء الخير يا باشا. اهلا وليد. ايه ده؟ ده التقرير بتاع شركه المحمول؟ يا فندم، سعادتك مش عارف انا تعبت قد ايه عشان اجيبه لك بالسرعه دي. مش ناوي يا فندم سعادتك تقول لي ايه علاقه الورق ده بالقضيه؟ حلو قوي، الورق مطابق تماما. نعم يا فندم. قول لي يا وليد، تعرف لطفه والمجد ده ساكن فين؟ تفتكر يا سليم بصلاح باشا ده هيصدق كلامك؟ والله انا عملت اللي عليا وحطيته على الطريق، مش هفضل بعد مستنيه، انا هفضل مكمل زي ما انا. ناوي نكمل فين سعادتك؟ احنا لسه واقعين في المصيبه بتاعه تايسون اللي مات ده. قول له النبي استحوذه، ده انا اعصابي بايظه لحد دلوقتي. بقى لازم افضل ورام لحد ما اوصل لحاجه. تايسون مات في 60 داهي، بس لسه في اللي عايش اللي نلعب معاه. تقصد سعادتك زناتي؟ زناتي ده شطار، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. لكن في رفاعي، الواد ده خفيف وممكن نطلع منه بحاجة. هام استنى انت يا هام. حاضر يا اخويا. معلش يا باشا استأذنك، يعني ممكن تتداروا عقبال ما اشوف مين على الباب بعد اذنك. يعني يا مسعد. والله يا حماد ما انا عارف اخرتها ايه مع ابن الصرمه ده. يا سيدي رميت له الفلوس اللي كان عايزها حرب ونار في جتته. لا لا لسه لسه ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان. نعم طبعا انت خسران حاجه وانا اللي بجوع. لا والله يا حماد والله ابتديت اقلق، الوحله زادت حواليا والدم كتر قوي. طب سلام سلام هكلمك تاني. ادخل. في ايه يا ابو زليخس؟ ابو عز حاج في ظابط عايزك بره. ظابط؟ ظابط مين ده وعايز ايه؟ مساء الخير يا حاج لطفي. صلاح التوخي من التفتيش. عمر يا حبيبي. ايه يا عمنا انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، انت عامل ايه؟ اصل كنت معدي في الحته كده قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي. حبيبي تنور، يا اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. بقالي فترة ما شفتكش، من ساعة ما رحت أنا وأنت للظابط صاحبك ده اللي طلع قتله قتلة. ده كان هيبقى حتة مغرز. مغرز صحيح. لا 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 مفيش حاجة يا سيدي، لا لا ده بقول لك على حاجة، إحنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدى كده وناكل لقمة. لا نتغدى إيه؟ لا لسه نشرب حاجة الأول، يعني نشرب حاجة وبعد كده نتغدى. لا لا يا راجل ما يامك تشرب إيه، ده إحنا ننزل نتغدى في أحلى حتة يا عم. والله مرضى أكلفك يا عم، ده كلامنا. لا لا استنى بس. أنا غريب يا عم عودة، والله ما ينفع الكلام ده. أنا ما قلتليش يا حاج لطفي، أنت إيه رأيك في الكلام اللي اتقال؟ تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم قلت كلام كتير قوي، انهي كلام فيهم بالظبط؟ صحيح عندك حق.
نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوع الحادث، مع انه تقرير شركة الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهرة وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريبا بساعتين. على فكرة انت عندك فكرة يا حاج ان الشهادة الزور جناية؟ حد الله حد الله يا باشا بينا وبين الشهادة الزور. امال الريش ولا راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنة كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحتة هنا يبقى عايز يجاملنا، الا اني عايز اسال سعادتك سؤال صغير كده. مين اللي قال لسعادتك ان في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي، التقرير بتاع شركة الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول ان المحمول هو اللي كان هنا، ما قالش ان الواد هو اللي كان هنا. يعني ايه؟ مش فاهم الحكاية. وما فيها ان الواد ابني ضيع المحمول بتاعه، عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش، الجيل ده كله كده يا باشا. الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله ان امه منلعها الاخر لانه ولد وحيد على بنات. يعني هو سعادتك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا احنا بقى يا باشا. ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟ قومنا واحد بعربيه مخصوص وادى الموبايل للولد لغايه العين السخنه. ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقه واحده من غير الهباب ده. ايش نت وايش شات وايش واتساب، عيال بايظه بعيد عنك. يعني طول الموبايل ضاع ولقيتوه؟ حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق احنا لقينا ازاي. اه صحيح، ازاي؟ الواد زناتي. زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكم في الداخليه، ما هو من عندنا من حته، واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الاوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليله دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنه. ما انا فوت سعادتك في الكلام. الواد زناتي ده مع انه من حتتنا وجدع وخدوم وكده، الا انه زنان زن النحل، قعد يزن عليا قال ايه عشان يضمن حلاوه رجوع المحمول. شفت سعادتك بقى الحكايه بسيطه وسهله ازاي؟ لا فيها رشوه ولا شهاده زور ولا اي حاجه من سعادتك قلتها. بس الحقيقه يا باشا اللي محيرني يعني هو سر زياره سعادتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الظابط بتاعك وهربان وشغلين نفسكم بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمه؟ احنا مش سايبين الظابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكايه كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحقيقه. الحقيقه باينه قدام سعادتك اهي زي الشمس. اسر، في حاجه تانية يا باشا اقدر اقدمها لسعادتك؟ جرى ايه يا مسعد يا جدع؟ داخل شاطح ناطح. ايه يا جدع اصبر كده، بقول لك انت والدتك بنت حلال وده عيالك يا اخي. انا نفسي كانت هفاني على لحمه راس وسمين، اسال نفسي مين يجي ياكل معايا اللقمه الحلوه دي. سبحان الله لقيتك انت بتخبط يا جدع. خليك معايا، تخبط على الباب، هنقعد بقى ناكل لحمه راس وسمين وتاكل الجوهره اللي انت بتحبها، تاكل كمان اللسان اقسمه لك على شفتين، نخلص اللقمه دي نقعد عليها ونشرب الشاي وتضرب المعسل. الواد ده شافنا يا حوده. والله سعادتك سليم بيه الواد مسعد ده واد عامل مشاكل كتير في المنطقه، وعشان كده سابها وراح منطقه تانية. تحس كده انه واد بارد وحشري. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم الاعتراض على امرك يا رب. هو احنا ناقصين؟ مش كفايه البلاوي اللي عماله تتحدف علينا زي النطر؟ لا هو مش بس كده، ده كمان رطرات بالكلام وكمان رطرات. قصدي يعني سعادتك ان الواد ده لو كان خد باله من حاجه ما كانش سكت، بس برضه الاحتياط واجب. صح عندك حق. طب والعمل يا سليم بيه؟ احنا لسه ما فوقناش من البلوه بتاعه تايسون. اقول لك يا سليم بيه، يعني انا مؤاخذه في حاجه كده هجمت في نافوخي، اقدر اقولها لمعاليك؟ يا عم اخلص قول. انا ليا ناس حبايبي في القسم، ممكن يعني اروح القسم اقدر اتقص لو في اي عوق. مش فاهم منك حاجه. عوق ازاي يا اسطى حوده؟ اقصد ان ناس حبايبي دول بيبلغونا لو في اي حمله جايه على المنطقه، فلو اي حد مثلا شايل حاجه شمال، حاطط حاجه هنا، مخبي حاجه جنب حاجه، تحت اي حاجه يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس دي تيجي. اعمل كده. طب بالنسبه للامين اللي اسمه زناتي ده، ماله زناتي؟ انا كنت متخيل سعادتك هتطلع من عند لطفي عليه. لو لطفي بيقول الحقيقه يبقى زناتي هيقول نفس الكلام.
طب ولو بيكذب؟ يبقى اكيد لطفي هيفهمه انه يقول برضه نفس الكلام. يعني سعادتك عايز تفهمني ان زناتي ملوش في الموضوع خالص؟ لا انا مش عايز افهمك حاجه، وانا شخصيا مش فاهم حاجه خالص. كل اللي عاوز اعمله دلوقتي ان احنا نعمل تقرير وافي عن المجموعه كلها، عن لطفي وابنه وحماد وزناتي ونشأة المحامي وسليم. سليم يبقى الحال على ما هو عليه، سليم يفضل بالنسبه لنا مجرم ولازم نجيبه. اهو يا طنط، ولا الحوجه للست سلمى بقى كده؟ ايوه كده، وانا كنت يعني هسيبها لحد ما حضرتك تحني عليها وتعملي لها اكونت على الفيسبوك. ماشي يا ستي، ربنا يهني سعيد بسعادتك. قولي لي يا فريده، يعني انا لو دخلت على الصفحه دي الناس كلها هتعرف ان سليم بريء؟ لا طبعا يا طنط، الموضوع مش بالسهوله دي. لازم الاول يبقى عندك صحاب على الصفحه بتاعتك علشان يقدروا يشوفوا اللي انت بتكتبيه. انا هجيب الصحاب دول منين؟ ما تقلقيش، انا مش هسيبك غير معلمك كل حاجه. انا مش فاهمه هما لازمته ايه كل ده، منى وفريدة شغالين على كل حاجة. حتى لو في 50 حاجة زي دي عايز أعملها أنا بنفسي مش عن طريق حد، حتى لو كان أنتي أو فريدة. عايزة الناس كلها تعرف إن سليم ابني بريء، وهتشوفي كلامي معهم هيفرق إزاي. قولي لي يا فريدة، هي الصفحة دي تدخلني على تويتر؟ لا طبعاً، تويتر ده أكاونت تاني خالص غير الفيسبوك، بس مفيش مشكلة، أنا ممكن أظبط لك الموضوع ده كمان. بس ده إحنا علينا قوي وبقينا فيسبوك وتويتر وشغلانة كبيرة يعني. والله يا ولاد، لو في كل حاجة ممكن أعملها عشان الناس كلها تعرف إن سليم ابني بريء هعملها. ويا دوبك البت مالك شدت حيلها شوية وربنا رزقني برؤية. يا سلام على الرؤية دي يا بيه، حتة عسل كده والله. ربنا يخليهم لك يا إبراهيم. اللي أقول لي يا سليم بيه، هو أنت لسه ليه متجوزتش فريدة هنم لحد دلوقتي؟ كان زمانك عندك عيل فرح. مؤاخذة يا سليم بيه، لموا حاجاتكم بسرعة، لازم نمشي من هنا حالا. يا جدع استرجل وبطل شغل النسوان ده، وانا الحق عليا اللي برسيك عشان لو حصل حاجه. حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني صلاح التوخ يجي باك يسالك مثلا. نهار اسود، يسالني في ايه؟ وليه؟ عادي يا جحش انت، هو انت مش شاهد على سليم في القضيه؟ وبعدين مالك مقلق كده ليه؟ ما قلت لك انت مع زنات يعني في السليم. احنا مش في السليم، احنا في سليم وشكلها تتطربق فوق دماغنا ومش خلصانه. طب امسك دول. ايه دول؟ دول 20,000. يعني كده وصلك 25، يعني النص يابا. مرضي؟ يلا روح شايص كده وانسى القرف اللي في دماغك ده بقى، واللي اقول لك حطهم تحت المخده، اول ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول. اصل الفلوس دي علاج الفرق بيلعب في عبك ده، اسالني انا. ده برضه هيتنح. يعني مسعد ما بلغش عندنا ولا حاجه؟ لا ما اظنش سعادتك انه خد باله من حاجه زي كده، بس الحمد لله ان ربنا جعله سبب نلحق البلوه دي قبل ما تحصل. يعني انت متاكد انهم نازلين يفتشوا الولاد يا استحوده؟ عيب تسال السؤال ده ابو خليل. اسلم بيه، في حمله هتنزل المنطقه قرب الفجر وهتفتش بيت بيت، ومش هتسيب خرم ابره غير لما تفتش جواه. بيقولوا سعادتك ان في شويه عيال ارهابيين مستخبيين في المنطقه، وشكل الموضوع كده في قنابل ومتفجرات وحزمه ناسفه وبلاوي زرقاء. يا نهار اسود، ومداين ب 60 ليله. بقول لك يا اسلم بيه، احنا نسلم نفسنا حراميه بكرامتنا. يا ابني اهدى بقى، اهدى عشان نشوف هنعمل ايه. ما تقلقش سعادتك، انا مأمن مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه، وانا هبقى مطمن عليكم على سركم. بس يلا بينا بسرعه. يلا يلا يلا. نسيت الكلسون يعني بعدين. يلا